هنبدأ الأول بالكارديوفاسكولار سيستم. طبعا الشرح الصواب هو أحسن حاجة. أنتوا عارفين طبعا القلب فيه نص يمين ونص شمال. النص الشمال ده بيبعت دم لكل الجسم، دم وأكسجين أكسجينات البلد. وبعد كده النص اليمين بيستقبل دم من كل الجسم غير مؤكسد، محمل بثاني أكسيد الكربون الأكسجين. والنص اليمين بيبعت الدم ده للرئتين علشان يتم إعادة أكسدته، فدي اسمها systemic circulation من القلب إلى القلب. هي بتبدأ في الناحية الشمال وتنتهي في الناحية اليمين، دي systemic circulation. أما pulmonary circulation بتبدأ من الناحية اليمين في القلب، تروح على الرئة وترجع تاني الناحية الشمال، دي اسمها pulmonary circulation، هي الدورة الدموية الرئوية. تمام، يبقى زي ما انتوا عارفين الدم بيطلع من الناحية الشمال يروح بقية كل خلايا الجسم، يبدلها الأكسجين والغازة، وبعد كده ياخد منها الفضلات يرجعها للناحية اليمين، والناحية اليمين تبعتها للرئة، والرئة تبعتها للناحية الشمال. ده مختصر الكلام. وعشان الناحية الشمال بتاعة القلب بتبعت، أو اللفت فينتريكل بالذات بتبعت دم لكل جسم، فالسمك العضلة لازم يبقى كبير شوية مقارنة بالناحية اليمين، لأن اليمين بتبعت دم للرئة بس، وضغط الرئة أقل بكثير عن ضغط الجسم. بالنسبة للشرايين يعني مش مهمة، بس لو عايزين نعرفها إن الأورطة مقسم لأسندنج وأرش وديسندنج، يعني صاعد وبعد كده في أرش وبعد كده نازل. تمام، وكل واحد ليه شرايين، والأسندنج ده بيدي الشرايين التالية، الأرش بيدي 3 شرايين أساسية رايحين للأبر ليمب ورايحين للهيد، وديسندنج بقى بيدي شرايين بالهبل في الثوركس وفي الأبدون وبينتهي في الأبدون. تمام، بينتهي إزاي؟ بيكون قلق، بينقسم لكومن قلق. يمكن لو جبنا بسمة هذه الأوضة بيجي عند T4 T4 T5 كده، L4 L5 آسف، بينقسم لإليك أرتريز. والإليك كومن إليك بتنقسم لإنترنال وإكسترنال إليك، وبعد كده الإكسترنال إليك بيكمل كفيمورال، والفيمورال بيكمل كبوبليتيال، وبعد كده البوبليتيال بينقسم ويدي بوستيريوتيبيال ويدوسيريس بيديس. الأبر ليمب قلنا الأرش في أورطة طالع منه 3 شرايين رايحة، الهيد عن طريق الكومن كاروتيد يمين وشمال، والسب كليفيان ده رايح لأبر ليمب يمين وشمال برضه، يبقى الهيد رايح لها كومن كاروتيد، والأبر ليمب رايح لها سب كليفيان، دول من الأرش في أورطة. أما اللور ليمب رايح لها الكومن إليك، ده نهاية الأورطة نفسه اللي هو ده، يبقى اللور ليمب رايح لها كومن إليك. ممكن ده اللي نعرفه يعني، اللور ليمب رايح لها كومن إليك، والأبر ليمب رايح لها سب ليفين، والهيد والنك رايح لها كومن كاروتيد. وقلنا كلمة كومن دي يعني معنى كده إنها تنقسم لرايت وليفت مثلا، أو إكسترنال وإنترنال. زي هنا كومن إليك هتنقسم، عايزين كومن إليك هو منقسم ليه أو هنا الإنقسام مش باين، بس هينقسم لإنترنال وإكسترنال إليك. وهنا برضه كومن كاروتيد هينقسم لإنترنال كاروتيد وإكسترنال كاروتيد. تمام، الإقسام كل يعني بيمشي، بيبقى اسمه أكزيلري، وبعد كده اسمه بريكيال، وبعد كده بينقسم في عند الكوع لألنر وراديال. الراديال أرتري ده اللي احنا
اس عنده النبض عند الفيست، يبقى الحتة دي هي المنطقة اللي بنحس فيها النبض بتاعة الراديال أكتر. يبقى الساب كليفين بيكمل أكزيلري وبعد كده بريكيال يجي عند كوع ينقسم لراديال وألنر. يعني الكلام دوت للمعرفة الإيه العامة، مش هسأل فيه يعني. الناس اللي بتشخبط على السبورة البنز برضه مش مهمة، بس فكرة البنز بتبقى عكس اتجاه الأوتي، يعني بين الأوتي لو طالع البين هيبقى نزل، يعني نفس ال بيمشي تقريبا لبعض أو في نفس الحزمة اللي اسمها فاسكولار باندل أو نيو فاسكولار باندل، بتبقى حزمة مكونة من أوتري وفين ونيرف، بس اتجاه الأوتري عكس اتجاه الفين، تمام. وغالبا الفين بيحمل أو الفينات الأساسية على الأقل بتحمل نفس الاسم، نفس اسم الأوتري، تمام. والفينز طبعا زي ما انتم عارفين فيها حاجة اسمها سيمومات، السيمومات في الفينز مهمة جدا بالذات في اللور ليمب، عشان الدم في اللور ليمب بيطلع عكس الجاذبية، فلو البين كده الدم عايز يمشي كده، فالسيموم يبقى اتجاهه كده. في حاجة اسمها قصب أنا قلت عليها، القصب ده عامل كده، الدم عايز يطلع لفوق ف بيتقلب على نفسه علشان يفتح، بيتقلب على نفسه عشان يفتح السكة للدم. الدم لو حاول يمر بالعكس اللي هيحصل، الكاسب ده عامل زي الكوباية بتتملى، ولما يتملى هيبقى عامل كده، هيقفل السكة، فالدم يبقى مجبر إنه ماشي في اتجاه واحد لفوق. فالكاسب دي لو باظت أو البلب ده لو باظ هتلاقي الدم بيطلع وينزل، ممكن يمشي في عكس الاتجاه، فساعتها البين هيوسع جامد ويعمل اللي احنا بنسميه فاركوس فينز او اللي هي الدويلي، فاركوس فينز يعني الدويلي. يا ريت محدش يكتب على السبورة. السيركوليشن قلنا سيستميك سيركوليشن بتبدأ في الناحية الشمال وتنتهي في الناحية اليمين، بالمونري سيركوليشن بتبدأ في الناحية اليمين من القلب تروح على الرئة وترجع الناحية الشمال. البوتا سيركوليشن دي ايه؟ ما بين الانتستين، ما بين السمول انتستين اللي هي حاسة اللي بيحصل فيها الامتصاص، لحد بتوصل الأكل للليفر، ما بين الانتستين والليفر. نسخة دايجستيف زي ما قلنا، دايجستيف دي أنبوبة طويلة وليها أجزاء متعددة، كل جزء بيخدم وظيفة معينة. الأنبوبة دي تمتد من فتحة الفم وتنتهي بفتحة الأنس، وليها أجزاء مختلفة بخدمات مختلفة، يعني في غدد، في فارينكس، في اسوفاجس بيوصل الأكل، في معدة بتخرج الأكل، في انتستين بتهضم الأكل وبتمتصه، في لارج انتستين بتجهز بقايا الأكل عشان
بيتحول لفضلات ويتخزن في كبد في غدد ضخمة، هدفها تفتيت الأكل وتحليله لأفضل صوره. الفم المحاضرة المسجلة. الفم أول حاجة فيه اللسان. اللسان 3 أجزاء، ليه كذا وظيفة، منها المضغ، لأن اللسان مال تجويف الفم، فبيجبر إن الأكل يبقى ما بين الأسنان. لو مفيش لسان هتلاقي تجويف الفم فاضي، فالإنسان لما يجي يمضغ هتلاقي الأكل وقع في النص، مش واقع ما بين، مش جاي ما بين الدروس يعني. وطبعا مخارج الحروف بيتحكم فيها اللسان، أو اللي بيوضحها اللسان، هو مسؤول عن يعني جزء مهم في العملية، في مسألة الكلام. حاسة التذوق برضو. الأجانب السورينج، إحنا قلنا البلع، هو بيعمل initiation السورينج، يعني بيبدأ عملية البلع. أنا مش البلع بس، initiation السورينج يعني initiation of swallowing يعني بيبدأ البلع، لأن البلع دي عملية تبدأ بعملية إرادية زي هنا، ثم بيجي وراها كذا حركة لا إرادية هنقولها دلوقتي. الأسنان يعني في الميلك تيز بتاعت الأطفال، هما 10 فوق 10 تحت، 5 في كل ناحية، بتتبدل بعد كده بالبيرمن تيث لو حد عايز يعرف أسامي هما. الغدد الرهبية 3 مجموعات، البواتد دي الأساسية، سبمنديبولار سبلينجول. البواتد دي ليها قناة، هي غدة إكزوكراين، فبتفرز إنزيماتها في قناة. القناة دي بتفتح قصاد الضيس العلوي تاني، يبقى القناة بتاعت البواتد بتفتح قصاد opposite the upper second molar tooth. مهمة هنا ليه؟ لأن إحنا ساعات الغدة دي بتتضخم، تضخم الغدة ممكن يبقى ورم حميد، ورم خبيث، انسداد في القناة بتاعت الغدة نتيجة حصوة مثلا. فلو عايزين نعمل أشعة في طبعا أشعة مختلفة، بس لو عايزين نعمل أشعة بدائية زي أشعة عادية على الغدة البواتد، بيشحت بين بالأشعة العادية، فبنعمل بنحقنها صبغة عشان نوضح القنوات بتاعتها، فبنحقنها بالعكس، بنيجي قصاد الديسك التاني العلوي وندور في ندور في الخد من جوه قصاد الديسك التاني العلوي، ونشوف الفتحة فين وناحية نصبغها، ونشوف القناة دي مسدودة ولا بعد ما نصبغها بالأشعة. فدوت فحص يعني مهم ليها، فمهم إن إحنا نعرف مكان اللي بتفتح فيه القناة بتاعة الغدة دي. يعني submandibular بتفتح في أودية الحنك، أودية الفم هنا. يعني هنا لو اللسان لو رفعناه هنلاقي في تحت الفرينيولم، تحت هنلاقي في فتحة يمين وفتحة شمال جنب الفرينيولم تفتح فيها سب مانديبولم. يبقى سب مانديبولم بتفتح فين؟ on other side of the frenulum of the tongue. سب لينجوال دي غدة من 12 ل 15، كذا غدة موجودين برضه في أرضية التجويف الفم. الفانكس مهمة جدا، الفانكس دي أنبوبة عضلية ماسكولار تيوب 5 إنش خلف مين بقى؟ النيزل كافيتي تجويف الأنف، الأورال كافيتي تجويف الفم واللانكس. يبقى عشان كده
ممكن نقسمها ل ثلاث أجزاء: نيزو والنيزل كافيتي، أورو والأورو كافيتي، لارينجو واللانكس. وآدي الرسمة بتاعتنا، آدي النيزل كافيتي، وهنا ده البلط اللي هو سقف الحنك. كل ده يتقسم البلط لهارد بلط اللي هو الجزء اللي فيه عظم ناشف، تمام، والسوفت اللي هو اللي هي حتة طرية بتتحرك، يبقى فيها هارد بلط وسوفت بلط. ده سقف الفم وأرضية تجويف الأنف. يبقى البلط دوت بيفصل تجويف الأنف النيزل كافيتي عن الأورال كافيتي، تمام. يبقى دي النيزل كافيتي هي، ودي الأورال كافيتي هوت، بيفصلهم الهارد والسوفت بلط، تمام. جوه النيزل كافيتي في النيزوفارينكس لحد هنا، يبقى النيزوفارينكس اهوت. ورا الأورال كافيتي لحد هنا في الأورفارينكس. ورا اللارينكس في اللارينجوفارينكس، تمام. يبقى هي أنبوبة عضلية بتبدأ من أول قاع جمجمة، هنا قاع جمجمة، العظم ده قاع الجمجمة، تمام. والحتة دي بتبقى جيب أنفي، إير ساينس أو جيب هوائي، موجودة خلف تجويف الأنف. فوقيها هنا في الغدة النخامية، يبقى هنا ده قاع الجمجمة. تحتيها على طول بيبدأ الفارنكس، وهنا في جدار النيزوفارنكس في اللحمية اللي بنسميها فرنجة تونسل، تمام. وفي تونسل تانية، يبقى في اتنين تونسل، دي بنسميها اللوز، موجودة في الأورال كافيتي أو الحتة ما بين الأورال كافيتي والأورفارنكس. يبقى الأورال كافيتي أو الأورفارنكس فيها اللوز بايلوتاين تونسل، أما النيزوفارينكس الجدار بتاعها في اللحمية اللي هي فارينجيال تونسل. فارينجيال تونسل موجودة في النيزوفارينكس، وبايلوتاين تونسل موجودة في الأورفارينكس أو الأوروكافيتي. النيزوفارينكس برضه في الإيتماز موجود فتحة اللي هي أنبوبة فتحة في النيزوفارينكس بتوصل النيزوفارينكس بالميدل إير اللي هي الأذن الوسطى، تمام. يبقى النيزل كافيتي يفصلها عن الأورال كافيتي البلط. النيزل كافيتي يبقى الهواء هيمشي ازاي؟ نيزل كافيتي، نيزل فارنكس، أورال فارنكس، لارنكس، يطلع لقدام. يبقى ده مسار الهواء. أما مسار الأكل هيبقى ازاي؟ أورال كافيتي، أورال فارينكس، لارينجو فارينكس، وسيركس لورا. الأكل مصور لورا لأن الأوسيركس لورا، الترقية لقدام. يبقى هنا الأورال كافيتي بيستقبل هواء وأكل، أما هنا النيزو فارينكس هوا بس، واللارينجو فارينكس أكل بس. يبقى هنا أكل وهواء في الأورفانكس، الهواء جاي اهوت بيعدي عشان يدخل الأورفانكس، عشان يعدي لقدام يدخل اللارينكس ومن ثم الترقية، والأكل بيعدي في الأورفانكس عشان يرجع لورا للارينجو فارينكس ومن ثم للأسوفاجس. مسار الهواء، أدي الأنف، ثم النيزل كافيتي، يدخل ورا هنا بقى النيزوفارينكس،
الزوفانكس يليه الأوفانكس. الأوفانكس بيفتح على قدامه ال تكملته اللي تحت الأنجيوفانكس، وفي قدامه الفتحة بتاعة الحنجرة. الهواء مش هيدخل في الأسوفاجس، الأسوفاجس طبيعي إنها مقفولة، بتفتح لما يجيلها أكل، أما الحنجرة مفتوحة على طول عشان تستقبل الهواء، بتقفل لما يكون في أكل عايز ينزل عشان ما يدخلش فيها. هنقول الكلام دوت، يبقى أوفانكس الهواء هيدخل على اللي قدام على اللامكس. هجيب لكم اسم تاني، ادي ادي فانكس الانبوبة العضلية من بره، بتبدأ من قاع الجمجمة، هي خلف النيزو كافيتي. ادي النيزو كافيتي اهيت، خلفها النيزو فانكس، الاور كافيتي اهيت، خلفها ال او فانكس، وادي اللامنكس اهوت الحنجرة، خلفها ال الانجيو فانكس. يبقى ادي قاع الجمجمة، وكده النيزو فارينكس، تمام، وبعد كده الأو فارينكس، وبعد كده اللارينجو فارينكس لحد هنا، وبعد الفارينكس اهوت بيكمل تحت كأسوفكس. واضحة دي ولا صعبة؟ تمام. واللامينكس بتكمل كتوكية قصبة هوائية، يبقى اللامينكس مصدر الهواء موجود قدام، مصدر الأكل موجود ورا، تمام. شوف رسمة ثانية، ثواني لازم نمسح كل ده. هذه رسمة ثانية، هذه النيزو كافيتي لحد هنا، بتكمل ورا على النيزو فانكس الجزء ده، وادي الأورو كافيتي اللسان مليها، بتكمل ورا على الأورو فانكس الجزء ده، وادي الحنجرة مفتوحة على طول، بتكمل تحت على الترقية، ووراها اللانجو فانكس. يبقى الأور فانكس تكملته تحت اللانجو فانكس، واللانجو فانكس تكملته تحت الأسوفكس اللي هو الرفيع خالص دوت. هي الأسوفكس أنبوبة عضلية مقفولة، بتفتح علشان تسمح بمرور الأكل. اللي بيحصل بقى في البلع، إن اللسان بعد المضغ وكده وخلاص، المضغة عملية إعادية، اللسان بيرفع نفسه لفوق عشان يقفل الأورال كاتش من قدام، دي عملية إعادية. فالأكل موجود هنا، اسمها بولس أوف فود، ما فيش قدامها سكة غير إنها ترجع لورا. أوبس، تمام، فبترجع لورا. لا خاطر ده فيها. وتدخل على الأوفنس، تمام. في الأوفنس هي ممكن فوق مفتوح وتحت مفتوح، لارنج فانكس ولارنكس كمان. فعشان نحمي مسارات الهواء بنعمل ايه؟ لازم نقفل مسارات الهواء دي. فالشفت بلد، احنا قلنا في البلد دوت عظم، وفي الحتة الأخيرة حتة طبيعية متحركة. كل ده بقى لا يجي. شفت بلد هترفع نفسها فوق وتقفل النيزو فرنس من فوق، بعد كده قفلنا السكة فوق.
تحت في سكتين كده أو كده، يبقى الأكل هينزل يا إما في الحنجرة يا إما في اللونجيفيرس. الإبيدورس اللي هو الرسالة المشبوه دوت يقوم نازل تحت ويقفل مسار الحنجرة، فإحنا قفلنا مسار الهواء تحت ومسار الهواء فوق، والأكل يبقى مجبور إنه يتزحلق يدخل في الأسوفاجس. الأسوفاجس بتاخده وعن طريق الباريستاليسيس بتنزله للمعدة. يبقى الأسوفاجس أنبوبة توصيل الطعام للمعدة، فدي مهمة جدا. كل الكلام ده لا يبقى. طبعا لما واحد يغمى عليه ممكن يرجع، ولما يرجع الأكل بيطلع في الأسوفاجس، ممكن يدخل الحنجرة والقصبة الهوائية، وممكن يدخل تجويف الأنف. وعشان كل عشان أثناء الترجيع، حتى لو مش مغمى عليه برضه، أثناء الترجيع العمليات دي بتبقى عمليات حماية المسارات الهواء، بتبقى واقفة ساعتها. لكن لو يعني بالذات ساعات يعني الإنسان لو فايق وعمل فوميتينج، الأكل ممكن يدخل في النزل الكلوي. الإنسان مغمى عليه، ساعات الأكل بيطلع من الإسوفاجس وبيدخل بقى من الترقية، يدخل من اللمس على الترقية ويعمل مشاكل كبيرة، يعمل التهاب رأي حد. الكلام ده واضح؟ فاهمك. ثانية اهيت نزل كافيتي وراها نزل فانكس اوفر كافيتي وراها اوفر فانكس لارنكس وراها لارنج فانكس، واللارنج فانكس بيكمل تحت كاسوفكس، اللارنكس بتكمل تحت كتراكيا، واللارنكس والتراكيا مفتوحين. ورا الفارنكس في فقرات عنقية، وفوق الفارنكس قاع جمجمة. قلنا ده قاع جمجمة اهوت، وادي في جيب أنفي، تمام، فرنزة سينس يعني جيب أنفي، فوقيها غدة نخامية هنا، ودي هي قاع الجمجمة. فوق الفرنكس على طول هنا لحمية اللي هي فرنجة بتنزل، وادي الاستكين، تشوف الفتحة بتاعتها اللي بتوصل بالأذن الوسطى، وادي الحب الشوكي، وادي بداية الفقرات العنقية. دي الفقرة الأولى، التانية بتبقى طويلة كده، التالتة الرابعة الخامسة السادسة، عند سي ستة بتنتهي ال مين اللامكس، و عند سي ستة احنا 2 3 4 خمسة ستة، عند سي ستة بتنتهي الفارينكس واللارينكس، وتبتدي هي يعني نهاية الفارينكس هي بداية الأسوفاجس، ونهاية اللارينكس هي بداية التراكية. بعد سي ستة بيحصل إن الفارينكس بتنتهي وبتكمل كأسوفاجس، واللارينكس بتنتهي وبتكمل ك تراكية. كلام واضح صح؟ كلام واضح جدا، وأسهل حاجة تشرح على صور، عشان كده هو تشرح على الصور يعني. لازم صور، عشان كده كنت مصر إن يبقى فيه داتا شو مش متاحة في المعهد، فالأونلاين أحسن حاجة يعني. نفس الكلام دوت، الصور دي هبعتها لكم يعني. أدي الهارد بلت والسوفت بلت، والحتة اللي هي بتتحرك مع الكلام لما إحنا بنتحرك ونقول اسمها يوفيولا، نهاية السوفت بلد. قلنا السوفت بلد ده بيطلع فوق عشان يقفل النيزوفارينكس، ودي الإبيجلوتس الصمغ بينزل لتحت عشان يقفل اللارينكس. الأكل بيتزحلق من أول أول من أول كافيتي أول فارينكس لللارينجوفارينكس للإسوفاجس. السؤال دي هنراجعها مع بعض. في حاجة كده عايز أقولها لكم، دي عينة في التشريح. إيه
دي هي سيرجيكال كات في الهيدن نيك. سيرجيكال كات في الهيدن نيك مش سيرجيكال. ده نص حد يقول لي ده انيوس اليمين والشمال. قلنا السيرجيكال كات بتقسم لجزء اليمين وجزء شمال، ولو جت في النص بالظبط هتقسم لنص اليمين ونص شمال. يا دكتور صاقف يا دكتور، نعم، الصورة واقفة على كده يا دكتور، صوت الوقف. دي أول صورة خالص. يبقى عندك مشكلة في النت عموما، تبقى تحت المسابقة بس لا هي لا، واقفة ما عندنا كلنا كلنا يا يا دكتور. دكتور، الصورة واقفة، نعم الصورة واقفة عندنا عندنا صفحة كلنا. 33 واقفة. ثواني. تمام. ده طيب من بدري كده يعني. يعني الصورة بتاعت الكتاب دي واضحة صح؟ بتاعت الكتاب دي اللي عندكم دي اللي أنا بحركها ايوه تمام كده. دي آخر حاجة جت لكم صح؟ تمام اه تمام ماشي. في ايوه الفيديو الجاي كده هعمل عندكم فين؟ في الفيديو الجاي هعمل شير سكرين وهعيد الجزء ده. ده الأسوفكس أنبوبة بت أنبوبة توصل الأكل من النك أو من الفرنكس للستومك في المعدة، فهي بس عشان نعدي السد، لأن السد مفهوش أي حاجة للجهاز الهضمي، مفيش. فأول عملية للهضم هتحصل في المعدة في البطن، فلازم نعدي منطقة السد عن طريق أنبوبة، وهي أنبوبة طولها 25 سنتي. بس يعني لو عايزين تقولوا الكلام دوت، في جزء سيرفايكل وجزء ثوراسيك أطول حاجة وجزء أبدومين. المعدة هدفها، احنا قلنا المعدة هدفها إيه؟ إنها تعمل حاجة اسمها كوس ديجيشن. يعني بتخلط وتطحن الأكل، عاملة زي الخلاط. فيها 3 طبقات من العضلات السموث، طبقة طولية، طبقة دائرية، طبقة مائلة، عشان الأكل يروح في كل الاتجاهات. تبقى عاملة زي الخلاط، بتنعم الأكل جدا وتخليه نسيج واحد. ده بتجهز الأكل، مازال هنا في صورته المعقدة، بتجهزه ليه؟ عملية الهضم الكيميائي اللي هيحصل في الديودينم. يبقى هي عملية متتالية، مضغ في البق علشان يفتت الأكل، ثم طحن